لاراس اونفو، مرحبا بكم. اليوم جولة ليلية أخرى، الساعة تشير إلى 8:15. كنرصدو معكم أجواء ديال مدينة العرائش والمحلات ديال مدينة العرائش اللي كيلتزموا بالساعة ديال الإغلاق، يعني كيلتزموا مع الساعة ديال الإغلاق ديال المحلات اللي هي الساعة 8:00، والحظر الجول اللي كيبدا في الساعة 9 ليلا. معكم اليوم جولة ليلية بشارع الحسن الثاني، الشارع اللي ما كيعرفش حتى إضاءة، محروم من الأضواء. حنا راه كنتواجدو الآن بشارع الحسن الثاني، الضوء زيرو ضوء، عيب وعار أننا نكونو بمدينة العرائش، بشارع رئيسي بمدينة العرائش اللي ما كيوجدش فيه الإنارة. الآن حدا فالنسيا. هاد الاضواء اللي كنشوفوها الان شاعله ديال المحلات، شي محلات خلاو الاضواء ديالهم شاعلين باش كيحافظوا على الممتلكات ديالهم. جميع المحلات مغلقه. الساكنه العريشيه كامله يعني كترف واحد الاستنفار في هذه اللحظه هذه، ان كلشي كيتسحق من المنازل ديالو، يعني باش ان التسعود يكون كلشي في دارو. هنا افواج كنشوفوا ديال العريشيين اللي كانوا في المدينه، كلشي كيرتاحق الان بالمنازل ديالو. الصيدليات وكلشي كيلتزم بالتوقيت الجديد اللي درتوه. كندخلوا للمنطقه ديال لاتوليب، بعد المصابيح اللي محتشمه اللي باقا شاعله واحد هنا ولا جوج في هذا الشارع الحسن الثاني، ما الباقي كلشي مطفي، المحلات كلشي مجدودين. انتم كتشوفوا معنا انا ندخلوا في واحد كما كيقولوا بالدارجه ديال الجبال، لكن كنقولوا اسلس، يعني يعني الليل ظلام، عيب وعار شارع رئيسي بمدينه العرائش اللي هو شارع الحسن الثاني، ما فيهش الضوء. انتم كتشوفوا هانتوما شارع الحسن الثاني زيرو ضوء. جميع المحلات مجددة، ها كيما هاد المحل هذا الضوء ديالو خلاه باقي شاعل برا باش يبقى مضوي للحومة. جميع المحلات مغلقة الآن، جميع المحلات. كندوزو المنطقة ديال شارع مولاي إدريس اللي كتوجد فيها قيصرية سوق سبتة. جميع المحلات مجدودة. الآن كندخل المنطقة ديال سوق سبتة، كلشي مجدود، التجار كنشوفو خرجوا بحالهم الآن. ملتزمون بالإغلاق أخي، قالوا 8:00 صافي سيدي، ندخل وسط القيصرية نشوفو واش كاين. سوق سبته كامل ملتزم بالتوقيت ديال الاغلاق، جميع المحلات الكل مغلق، كل شيء شاد. شارع مولاي إدريس 100% كل شيء مشدود. كل شيء ملتزم. خرجنا من المنطقة ديال القيصرية ديال سوق سبتة اللي كل شيء ملتزم بأن كل شيء مشدود، المنطقة ديال الشارع الآن دابا ديال كل شيء ملتزم. فالجولة الليلية اللي خدنا فيها شارع الحسن الثاني ودخلنا المنطقة ديال شارع مولاي إدريس، جميع المحلات مغلقة. الآن غندخلوا المنطقة ديال شارع الحسن الثاني، نكملوه المنطقة ديال الحبزرة. الكل ملتزم بتوقيت الإغلاق، وجميع الساكنة كما كنقولوا دائما الكل في الساعة كيراه في استنفار كبيرة، كلشي كيجري، كلشي كيتسابق باش أنه يوصل للمنزل ديالو.
قبل الساعه ديال التسعود. دخلنا في هذه المنطقه اللي ما فيهاش الضواوت. الان كندخلوا للمنطقه ديال الرونبوان ديال رحبه الزراع مع هذا السنفار اللي كاين دابا كترى في الاكسيدات ديال السيارات. جميع المحلات الكل ملتزم بقضية الحظر الصحي، التوقيت ديال الإغلاق. الله سمح لي Thank you.